شعرك بيقع؟ هقولك تعملي ايه ومن غير تكاليف. هاتي حزمة جرجير وحطيها في الخلاط مع شوية مية واضربيهم. اعصري الخليط ده في شاشة وخدي السائل ووزعيه على فروة راسك. سرحي شعرك ولميه وما تشطفيهوش. بكرة في نفس الميعاد كرري العملية بعصير جرجير جديد فريش، لأن المواد الفعالة بتتطاير وبتتأكسد. هتستمري لمدة 6 أيام، وفي اليوم السابع هتغسلي شعرك وكرري العملية لمدة شهر. علشان نضمن النتيجة كرري العملية بصفة مستمرة مرة كل أسبوع. انتي جميلة ومعانا هتكوني أجمل.